معانا احد الاخوان، ممكن نتعرف عليك اخوي؟ يا مرحبا بك علي. ونعم اخوي علي. في مثل يا اخوي يقول اللي ما يعرف الصقر يشويه، وش معنى هذا المثل لو سمحت؟ اللي ما يعرف الصقر يشويه هذا طول عمره السلامة، هذا اللي يروح لتخصص غير تخصصه. ممتاز. كله يبخص بعض الاشخاص الذي امامه وهم ابخص منه بهالشيء هذا. نعم. ثم تدخل ويخطي بهالشيء وهو ما يعرف اصلا الشغله اللي امامه هذه. نعم. وهذا ينطبق عليها اللي ما يعرف الصقر يشوي. نعم. يعني يتدخل باشياء ما من تخصصه. يعني قصدك يخرب عليك الشيء الامامي. اللي الشيء الامامي. قصدك يعني يعني هل مثلا هل ينطبق مثلا زي الملقوف يعني؟ هو ملقوف بهالشيء هذا. نعم. هي هو ملقوف، انا ما قلنا شيء، لانه يدخل بشيء مو بتخصصه او شيء ما يعرف له. يعني يعمل عادي. يعمل شطاره. ايه يعمل شطاره. اي نعم. شطاره ولا هو بيتخصصه ابدا هذا. ويعمل شطاره وبعدين اخرة الموضوع يكون الشيء اللي عمله يعني غير صالح يعني. ايه غير صالح اكيد، لانه اصلا الشيء ذا من الاساس. نعم. ما يعرف له. إيه نعم. فكيف يبي ينطبق عليه المثل؟ تخصص المثل. ايه. الله يوفقك يا اخوي علي. شكرا يعطيك العافية. السلام عليكم، معنا احد الاخوان. نبغى نسالك يا اخوي مثل. أيوه. ممكن تعرفنا باسمك اول؟ معك ابو عمر. والنعم والله. نعم. طيب اخوي، في مثل يقول اللي ما يعرف الصقر يشويه. اللي ما يعرف الصقر يشويه. نعم، وش المثل هذا؟ وش معنى، وش يعني هذا المثل؟ معنى اللي ما يعرف الصقر يشويه يعني اللي ما يعرف قيمة الصقر وغلاه ويعرف قيمته ويعرف معناه يشويه، كأنه حمامة. يعتبره حمامة، يعتبره أي شيء طائر يشويه. يعني هذا لانه ما يعرف قيمته. يعني هذا هو الجواب. ايوه، اللي ما يعرف، اللي يعرف قيمه الصقر يعرف معناته ويعرف مكانته. أيوة. ويعرف غلاه. ايوه، عند اللي يعرفه. اي والله. لكن اللي ما يعرف الصقر يشوي فعلا كلام صحيح. الله يعطيك العافيه، شكرا. معنا احد الاخوان، ممكن نتعرف اخوي؟ هلا بك، معك علي محمد من السودان. طيب اخوي علي، في مثل يقول اللي ما يعرف الصقر يشويه، وش معنى هذا المثل؟ اللي ما يعرف الصقر يشوي تقريبا على ما اظن حسب الكلام حق المثل، اللي الصقر ما يتاكل او لحمته ما تتاكل، عشان كذا ما اللي ما يعرفه يجي يشوي في النار وبعدين يحصله ما يتاكل، يعني اللحم ما يتاكل بالنار. انا حسب فهمي كذا، والله اعلم. يعني انت فاهم انه الصقر يعني ممكن انه تشويه على النار. إيه ممكن. بس وترمي يعني ما تاكله. ايه ممكن الصقر يعني لو يعني انت ما تعرف. إيه. اكيد حتيجي تشويه تفتكره زيه زي اي طائر ثاني، زيه زي الحمام، زيه زي البزه، زيه زي انت. ما عمرك اكلت صقر؟ لا عمري، ما حصل. ترى يقولون المثل اللي ياكل صقر يصير صقر، يعني انت لو اكلت صقر. إيه؟ صرت صقر، يعني صرت ذيب قوي يعني. إيه؟ الناس بتخاف منك يعني. إيه؟ ما جربت هذا الشيء؟ اجل اذا كذا ترى من بكره اروح اكل صقر. وبعدين لا تنسى الحين في ناس يقول لك لما تاكل كبده الذيب. إيه؟ خلاص يبعد عنك الخوف، ما تخاف ابدا من اي شيء. طيب فانت جرب الصقر، شوف لك صقر، خذ لك منه وجبه وجرب، هل هو صحيح الكلام هذا علميا يعني انه انك اذا اكلت الصقر بتصير صقر؟ إيه لا، ان شاء الله بجرب الفكره اشوف كيف، واسال خوياني ترى حقين الطيور وبعدين نشوف. طيب نشوف هذا الكلام. الله. بس النباتي ايش يصير معه؟ كنت نباتي. كيف يعني؟ يعني النباتي ما تاكل لحوم عموما. ايوه. وايش يصير معي؟ اجرب برضو نباتي؟ كيف؟ انا ما فهمت كلامك. يعني انا نباتي، ما حصل جربت لحمه. ما عمرك اكلت اللحمه؟ إيه يعني. بس ابدا. اي لحمه؟ ايه كلها ترى تسوي اي لحمه. اي والله صحيح. اي والله، يعني لا جمل ولا خروف ولا دجاج ولا شيء. سبحان الله. اضحى بجلس بالمسجد ما بروح البيت عشان لا اشوف اللحمه. اول مره اسمع واحد انه ما ذاق اللحمه طول حياته. وسوداني لاحظ. ها سوداني غريبه. اي والله. ها اي والله، والله انها غريبه يا اخوي. والله العظيم شفت كيف، يعني ما تشتهي اي حيوان مره اشوفه ترى جسمه كله يقوم حساسيه، قسم بالله. سبحان الله، يعني من اللحم يتاثر حساسيه، شعر يتنكش كذا وجسمه يقوم كله يصير حساسيه. ايه. وعيونه ما هضم مره. اي نوع من اللحوم، بيضة حمراء، ما هضم. سبحان الله. اي والله. اجل انت لكن بسال خوياني. ايه. ونجرب لحم الصقر هذا، يمكن هو يكون علاج، يمكن يكون علاجه لك.
ايه الفكرة عجبتني بس باكلها وانا قدام باب المستشفى. الله الله يعطيك العافية، شكرا لك. انا احد الاخوان. في مثل يا استاذ، ممكن تعرفنا اول شيء باسمك لو سمحت؟ ذكر محمد ذكر مجلس السودان الديمقراطية. طيب اخوي، في مثل يقول اللي ما يعرف الصقر يشويه، وش معنى المثل هذا يا اخوي؟ معنى هذا المثل اللي ما بيعرفك ما بيعزك، اللي ما بيعرفك ما بيعزك، اللي ما بيعرفك ما بيعزك، ما بيعزك. هذا هو حل السؤال عن المثل هذا. ايوه في عندك شيء ثاني كلام؟ ما عندي اي اضافه. يعطيك العافيه.